فاطمة رسامة بحرينية تهوى الرسم بالفحم وتسعى إلى مزج الخيال بالواقع من خلال مجموعة من الرسومات والتي تحمل بين ثناياها قصصا كثيرة مستوحاة من واقع الحياة. الزميلة خولة الجرينيز والتفاصيل. عندما تصب الهواية في مجرى الإبداع فإنها ستخرج لنا بإبداعات متميزة تجسدها أنامل رقيقة تعبر عن كل ما يدور بداخلها من خلال لوحات تحمل تفاصيل دقيقة لا تختلف بها عن الواقع. إن الفن هو بروحه حياة ثانية، لما تكلمين عن الفن يكون شيء كأنك قاعد تعيشين خارج الحياة اللي الحين قاعد نعيشها، يعني هاي ينقلني إلى عالم آخر، فمو مجرد رسم أو خرابيش أو خطوط، فكل خط من الخطوط اللي قاعد أحطها قاعد يعبر عن شيء أحاول إني أوصل له مع نفسي. طبعاً أرسم بكل أنواع الألوان، بس أحب أكون حالياً متخصصة في هاي الشغلة. هذه اللوحات المتميزة تخطها فاطمة بالفحم بدقة عالية لتصور لنا قصصا وأبعاد ثقافية يقرأها المتأمل في تلك الرسومات بطريقته الخاصة. من ناحية أن الحياة مو مجرد بس وجود ألوان، كل ما نطالع كل مكان راح يكون فيه ألوان، فاخترت أن يكون أبيض وأسود لأن فعلا الحياة فيها أبيض وأسود وما بينهم الرمادي، فهاي لازم يكون بالنسبة لي أحس أنه شيء كتميز أعتبره مع نفسي. ناس واجد طبعا تستخدمها، بس مع نفسي أحب أنه يكون بالأبيض الأسود كتعبير عن ذاتي، يعني بالفحم. فلسفة فاطمة وفكرها يظهر بوضوح شديد من خلال لوحاتها ورسوماتها المتنوعة، فقد عشقت الرسم بالفحم ولكنها لم تتخلى عن الألوان لتعبر فيها عن كل ما يختلج خاطرها. كل لوحة أرسمها سواء كانت من الواقع العام أو من الخيال أو يعني الخطوط الواضحة في الأشياء العامة اللي نلاحظها، مو كلنا ننظر للأشياء مجرد، بعض الناس تنظر فقط للرؤية، لكن البعض ينظر إنه بنظرة فنية مثل ما يقولون، أو نظرة أعمق في الأشياء اللي إحنا قاعد نعيشها. فكر خاص وقصص متنوعة تظهر لنا عبر ذلك الفن المرئي، فرسومات فاطمة المختلفة سطرت لنا حكاية نبعت من الوجدان. عندما يلتقي الإبداع بالخيال نجد أمامنا لوحات فنية تجسد أفكارا حقيقية لتحكي لنا قصة لها ارتباط كبير بواقع الحياة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.